أهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. تستضيف غرفة تجارة وصناعة البحرين أعمال الدورة 34 لمجلس اتحاد الغرف العربية واجتماعات مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجية 62. وشارك الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع برئاسة رئيس اتحاد الغرف الخليجية، رئيس اتحاد الغرف السعودية، رئيس الدورة الحالية. وحضر الاجتماع رئيس اتحاد الغرف العربية، رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبمشاركة أصحاب السعادة ورؤساء الغرف الخليجية. بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة البحرين عقد الاجتماع 62 لمجلس إدارة اتحاد الغرف الخليجية، والذي يأتي لتعزيز ترابط السياسات الاقتصادية الخليجية. حرص الأمانة العامة لدول مجلس التعاون على التواجد وحضور فعاليات اتحاد الغرف التجارية والصناعية الخليجية لكافة أنشطتهم، وندعمها وننسق معاهم ونستمع منهم ونعد الفرق المشتركة لحلحلة كافة المسائل التي قد تحول دون تكاملنا الاقتصادي. تلعب الغرف الخليجية دورا كبيرا في دعم مسيرة مجلس التعاون نحو التكامل الاقتصادي عبر تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة. نشتغل على مصالح الاقتصادات الوطنية حق دول الخليج، ونشوف ايش المعوقات اللي ممكن نعالجها على اساس نعزز ونقوي الاقتصادات الخليجيه والتجاره البينيه بينهم، ويعني وتوحيد الرؤى خصوصا في الملفات الاقتصاديه. نشاطات ولقاءات كثيره بين اعضاء الوفود. نحن في الامارات والبحرين كذلك كانت بين اجتماعات استمرت ساعات طويلة بالنسبة للتنسيق الاقتصادي والتجاري بيننا وبين البحرين. بحثنا سبل زيادة التعاون في المجال التجاري بيننا وبين غرفة البحرين. في شك أنه هذه اللقاءات دائما هي تذلل الصعاب، وهي فرصة لدول مجلس التعاون أنهم يبحثوا التحديات اللي تواجههم، ونحن نشوف أنه الوقت الراهن وقت مناسب لدول مجلس التعاون أنها تبحث سبل التكامل والتعاون فيما بينها. وتستمر الغرف الخليجية في رصد ودراسة تحديات القطاع الخاص لمعالجتها وطرح الحلول المستدامة لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس. هذا وكشف معالي السيد جاسم بن محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أبرز 3 قضايا اقتصادية يتم العمل عليها للوصول إلى التكامل الاقتصادي بين الدول الخليجية. الاتحاد الجمركي المشترك وسوقنا المشترك وتكاملنا الاقتصادي، هذولي 3 أهم أبرز قضايا اقتصادية حددت لهم جداول زمنية. رؤية خادم الحرمين حددت جداول زمنية، نحن نعمل على قدم وساق لتحقيق هذه الرؤية ولتحقيق تكاملنا الاقتصادي. في موضوع آخر أيضا مهم بما يخص عملنا الاقتصادي، وهو التوصل إلى اتفاقيات تجارة حرة مع عدد من شركائنا الاقتصاديين في الخارج. إن شاء الله راح نسمع أخبار جيدة حول توقيعنا لاتفاقيات تجارة حرة جديدة مع بعض من الدول في العالم إن شاء الله قريبا جدا.
والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. أعلن الشيخ محمد بن خليفة بن عبد الله آل خليفة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري مشاركة مملكة البحرين في معرض سيتي سكيب العالمي 2023 الذي تحتضنه المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويضم الوفد البحريني القطاعين العام والخاص. وتأتي مشاركة مملكة البحرين في هذا المعرض كجزء من استراتيجية المملكة في استقطاب كبار المطورين والمستثمرين وتبادل الخبرات الإقليمية والعالمية، تنفيذا للخطط الوطنية للقطاع العقاري 2021-2024، وكذلك الترويج لمنصة استثمار الأراضي الحكومية المندرجة تحت أولوية تسهيل الإجراءات التجارية وزيادة فعاليتها ضمن خطة التعافي الاقتصادي، بالإضافة إلى تنشيط حركة الاستثمار وبناء الأراضي وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية من خلال استعراضها الأراضي الحكومية المخصصة للاستثمار. وتشكل المشاركة في هذا الحدث المهم المقام في الرياض نقطة التقاء مهمة لتعزيز التعاون في المجال العقاري بين المملكتين الشقيقتين. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية وأبرز العملات العالمية.